ازيكم؟ من اسخف الالام اللي ممكن تيجي لحد في رجله هي الام الشوكة العظمية. طيب ايه هي الشوكة العظمية؟ الشوكة العظمية دي عبارة عن التهاب شديد في الانسجة اللي ماسكة ما بين اصابع القدم ونهاية القدم عند الكعب. الالتهاب ده بيبقى ناتج عن ايه؟ ناس كتيرة قوي فاكرة ان ده ليه علاقة وطيدة باليوريك اسيد وان هي السبب الرئيسي للشوكة العظمية، بس الحقيقة ان حكاية اليوريك اسيد دي مجرد سبب واحد من اسباب الشوكة العظمية، لكن انت ممكن تكون بتستخدم حذاء او حذاء رياضي غير مناسب لطبيعة النشاط اللي انت بتأديه، وممكن جدا تكون بتستخدم تنط الحبل مثلا او بتعمل تمارين ارتدادية على ارض صلبة بشوز مش مناسبة، او ان انت تكون بتقف فترات طويلة جدا وبتسبب لنفسك في اجهاد، او بتعمل تمدد قوي جدا لمشط القدم فبالتالي تسبب التهاب شديد في الاربطة اللي ماسكة ما بين اصابع القدم وكعب الرجل زي ما قلنا. طيب ايه الحل؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان احس ان انا بتحسن شوية لان الام الشوكة العظمية دي الام سخيفة جدا؟ اول حاجة تلج لمدة 20 دقيقة، ده لازم يوميا علشان اعمل انقباض للأوعية الدموية المسببة للالتهاب. تاني حاجة طبعا لازم ارفع رجلي وريحها. تالت حاجة لازم البس حذاء شوز يكون مناسب جدا لحالتي، ولو انا ما عنديش النوع ده من الاحذية الرياضية يبقى انا لازم احط فرشة سيليكون طبية من اللي بجيبها من الصيدلية او المحلات المختصة بالادوات الطبية، مش مجرد فرشة عادية زي اللي بنحطها في الشوزات لما تبقى واسعة علينا. خلي بالك الألم بتاعها سخيف جدا، لازم اخد مضاد التهاب كمان علشان الألم ده يبتدي يقل تدريجي. هي ليها مواسم ولازم اصاحبها، بس خلي بالك كويس قوي من العادات الغلط اللي ممكن تسبب لك شوكة عظمية. سلام.